مساء الخير، مرحبا بكم في أول لقاء لنا في تغطيتنا اليومية المهرجان الدولي لفيلم المرأة هنا في سلا. وضيفتي الأولى هي الممثلة المصرية داليا البحيري، واللي حظات بالتكريم في حفل الافتتاح. داليا البحيري، مرحبا بك على القناة الثانية. أهلا بك منصف. مرحبا بك في سلا. كنظن هذه ماشي أول زيارة لك للمدينة. لا خالص، أنا جيت هنا من حوالي 11 سنة في 2013 تقريبا، يعني إذا ما كنتش غلطانة في التاريخ. كنت في لجنة تحكيم في مهرجان سلا، ودي كانت أول مرة في سلا، فسعيدة جدا إن أنا باجي سلا مرة تانية للتكريم من نفس المهرجان اللي عزيز جدا على قلبي الحقيقة. وكترجعي المهرجان هذه المرة من أجل تكريم خاص بك، شنو كتعني لك هذه الالتفاتة خصوصا من طرف مهرجان يعنى بتيمة المرأة؟ اولا سعيده جدا انه انا بتكرم من مهرجان عزيز على قلبي جدا زي ما قلت لك، مهرجان سلا. اولا لانه هو مهرجان تحس انه هو قريب جدا الى القلب، بسيط، وفي نفس الوقت القائمين على المهرجان ناس جميله جدا جدا. أنا كنت في لجنة التحكيم زي ما أنت عارف من 11 سنة، فإن أنا أرجع تاني أتكرم من مهرجان، وخاصة مهرجان للسينما أو أفلام المرأة، ده لي معزة خاصة جدا عندي. شفت المهرجان إزاي بيمشي، فعشان كده حاسة أن أنا بنت المهرجان يعني. في نهاية حوارنا داليا البحيري، كنعرف أنك توجدي مسرحية جديدة، الملك وأنا، لمحسن رزق. كلمينا على هذا الإبداع المسرحي الجديد. أولاً أنا عملت مع أستاذ محسن مسرحية، وهي كانت أول مسرحية بطولتي، اسمها سيدتي أنا على المسرح القومي. طبعاً الوقوف على خشبة المسرح القومي مسؤولية كبيرة جداً، لأنه وقف عليها قامات الفن المصري والعربي. هي سعيدة جدا ان انا عملت العمل ده مع استاذ محسن رزق، لانه مخرج شاطر ومهم جدا جدا في الاخراج المسرحي، وكلمني تاني علشان اعمل معايا المسرحية دي الملك وانا. احنا مستنيين بس في شوية تغييرات ادارية، وان شاء الله نبتدي فيها قريب. ومرحبا بك تقدمي العرض هنا في المغرب، لمالا؟ يا نهار ابيض، انا اتمنى حقيقي ان احنا نيجي نعرض حاجه هنا في المغرب. شكرا داليا البحيري، شكرا لتلبيتك دعوتنا. انا اللي سعيده جدا بوجودي معاكم هنا في المغرب، في سلا، في الرباط. بحس ان انا دايما وسط اهلي، بحب المغرب بالزاف، بحب اهل المغرب قوي قوي حقيقي. استقبالهم ليا دايما بيكون اكتر من رائع. انا اللي بشكركم، وحقيقي شكرا على هذا التكريم. شكرا لك داليا البحيري، ونقترح عليك وعليكم مشاهدينا اننا نعيش لحظات تكريميه اخرى في حفل الافتتاح، هذه المره للممثله المغربيه سعدية لديب. تكريم مستحق، فهنيئا الفنانه والنجمه واللي غادي نستقبلوها بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، سعدية لديب. صلاه وسلام على رسول الله محمد، الله معاه الجهل علي. التفاتة جميلة جدا، وأثرت فيه بزاف. هذا المهرجان عندي معاه علاقات زوينة، ما حضرتش ليه بزاف في الدورات كاملين، ولكن في كل مرحلة كنحضر فيها كيكون عندي واحد الحدث اللي كنبقى عاقلة عليه. حضرت هذه أكثر من 12 سنة، وحقيلا شي 14 سنة حضرت في واحد الدورة، وكنت مع الفريق ديال بنات لالا مننا، كنا ضيفات شرف، وكان التكريم ديال واحد الفنانه مصريه، وانا بيني وبين راسي قلت يا شي نهار انا غادي نطلع لديك لاسين ونكون مكرمه. دونك ها هي جات، وغبت عليه سنوات، وعاوتاني فاش حضرت في لجنه التحكيم، وغبت عاوتاني سنوات وحضرت اليوم كمكرمه، وهذا شرف لي. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. كنشكر مهرجان سلا، مهرجان الدولي للمراه، على هذه الالتفاته. جميل ويدار لك التكريم وانت باقي في اوج العطاء ديالك، انت باقي خدام. كتعطيك واحد لوسوف الجديد باش بور كونتينوي، كتعطيك واحد النفس، كتعطيك واحد الدفعه جديده باش 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 تستمر. فكنقول لهم شكرا بزاف على هذا التكريم.
كانت هذه كل مواد هذا العدد. أمسية سعيدة القناة الثانية. السلام عليكم.